أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد في بعض البلاد من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. ما هو رأي فضيلتكم في هذا التقسيم؟ التقسيم الذي عليه العلماء والذي في كتب العقائد سلفا وخلفا تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، لا يفرد في حاله، هو داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية. على كل حال هو داخل، فلا يفرد بقسم مستقل. هذا أمر لم يكن من عمل أهل العلم، وليس هو موجود في كتب العقائد، بل من العلماء من يجمل ويقول توحيد قسمة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، فيجمل في قسمين. ومنهم من يفصل يقول 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فيفصل توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه حصل فيه نزاع، حصل فيه مخالفات عند المعطلة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة، فيفرد من أجل الرد عليهم. أما أنه يؤتى بقسم الرابع، هذا ما هو معروف عند العلماء. وأيضا هذا تحصيل حاصل، لأنه داخل في توحيد الألوهية، لأن تحكيم شرع الله عبادة لله عز وجل، فهو داخل في توحيد الألوهية. نعم. ما حكم الأناشيد الإسلامية المنتشرة في هذه الأيام؟ أولا أنا أطالبكم أن تثبتوا هذه التسمية، أن في الإسلام أناشيد إسلامية. من أين جاءت هذه التسمية؟ الأناشيد نعم موجودة، لكن ما نسميها إسلامية، نسميها أناشيد فقط، نسميها أناشيد، وهي نوع من الأغاني، والأغاني حرام، الأغاني حرام والمزامير حرام. فمن الذي يستثني الأناشيد يقول إنها مباحة من الغناء؟ يجيب دليل على هذا. أما إنشاد الشعر، الشاعر أو الراوي ينشد قصيدة والناس يسمعونه، فلا بأس، هذا ليس بأناشيد، هذا إنشاد، إنشاد. وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الإنشاد والأناشيد، الإنشاد من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي من جماعة منظمة منغمة، تشبه أناشيد الصوفية التي يعدونها من الذكر ومن طاعة الله، فلا أصل لهذا العمل أبدا. والأناشيد إنما وجدت لما وجدت الحزبيات والجماعات، جاءت معها الأناشيد، كل جماعة لها أناشيد تحمس أتباعها، هذا قصدهم فيها. نعم. ما حكم الأناشيد الإسلامية والبعض منها مصحوبة بالمعازف؟ الأناشيد الجماعية المنغمة لا تجوز، لا تجوز، لأنها من الغناء المحرم، ولأن الأناشيد ما عرفت إلا عند الصوفية المبتدعة، يعتبرونها من العبادة ومن ذكر الله بدعة، فإذا اعتبرت إسلامية فهي بدعة، لأنه ليس في الإسلام أناشيد. أما إنشاد الشعر المفيد، إنشاده للفائدة من غير أصوات جماعية، وإنما ينشده واحد فصيح يستفيد منه الحاضرون لغة وحكمة وموعظة، فلا بأس بذلك. نعم. يقول: هل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ لا، البدع كلها سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس في البدع شيء حسن، بل هي كلها ضلالة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وين اللي يقول لا، ما هو بكل بدعة ضلالة؟ يخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في رأيكم في من يدعو إلى التآلف مع اليهود والنصارى والمحبة؟ هذا ضلال، اللي يدعو إلى
إلى محبة اليهود والنصارى هذا كفر والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تحبونهم وتوالونهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لاحظ قوله فإنه منهم، فالذي يحبهم يكون منهم والعياذ بالله، يكون من اليهود والنصارى. يجب التوبة إلى الله، وهذا قول باطل والذي يقوله ضال مضل، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تحذير من أهل الضلال هذا واجب، تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة، لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص. الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في البلد الذي لا يوجد فيه علماء هل يتعلم الطالب على الأشرطة العلمية التي شرحها العلماء كشروحاتكم وشروحات سماحة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه؟ ما يتعلم الإنسان على الأشرطة أو على الكتب، لكن يستفيد منها فقط، أما أنه يتعلم عليها لا، لكن كونه يسمعها ويستفيد منها لا مانع من ذلك، استفادة لا تعلم. نعم. تعلم إنما يكون على العلماء. نعم. هذا يسأل عن تفجيرات والتخريب، هذا لا يقوم به إلا أناس خرجوا عن البشرية إلى طور السباع والحيوانات، ليسوا رجالا وليسوا آدميين، هؤلاء مسخت عقولهم ومرجت أفكارهم فصاروا وسائل تدمير في المجتمع. والإنسان إذا فقد العقل وفقد الإيمان فإن الحيوان يكون خيرا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عمل قبيح وعمل لا يليق بالبشرية، فضلا عن المسلمين، المسلم لا يصدر منه أذى، لا يصدر منه أذى على الناس، وإنما يكون المسلم أداة خير وأداة دعوة إلى الله وأداة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة اللائقة. أما إنه يخرب ويفجر فهذا عمل الوحوش، بل الوحوش ما تعمل مثل هذا العمل. نعم. يقول السائل ما حكم الإسلام في من يدعو إلى تقارب الأديان بحجة أنها أديان سماوية؟ سمعتم الجواب عن هذا، وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا دين الإسلام، ومن لم يدخل في دين محمد فهو كافر، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك من أمم الأرض، لا يكون مسلما إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل أصحاب منهج التكفير يعتبرون خوارج؟ نعم، هذا هو مذهب الخوارج، تكفير المسلمين هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج مذهبهم يجمع بين الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وبين تكفير المسلمين،
وبين قتال المسلمين واستحلال دمائهم، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. نعم. ظهر في الساحة كتاب بعنوان أضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره لمؤلفه يدعى ربيع المدخلي، ما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل المؤلف من أهل العلم المعروفين لديكم؟ لا شك المؤلف من أهل العلم، خريج الجامعة الإسلامية ومتتلمذ على المشايخ ومعروف والحمد لله. وما ذكره هذه أخطاء أنت تطبقها على، هو ذكر الصفحة تطبقها على ظلال القرآن، فإن أدركت أنه مخطئ تبين خطأ، وإلا الواجب قبول الحق، الواجب قبول الحق. هو ذكر الأخطاء التي فيه بصفحاتها، حددها لك أن ترجع إليها وطبق عليها الكلام، فإن أدركت خطأ فنبه المؤلف عليه جزاك الله خيرا، وإن أدركت صوابا فالواجب أن تقبل الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الخروج مع جماعة التبليغ خروجا في سبيل الله؟ وهل منهجهم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ الخروج هذا مبتدع لا دليل عليه، كونه يخرج معهم مدة محدودة ويرون هذا من منهج الدعوة، هذا منهج مبتدع ولا دليل عليه. ويجب على الإنسان إن ما يأخذ الأقوال أو المناهج إلا إذا دل عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما قولكم في قول من يقول ينبغي ألا نناقش في تفاصيل العقيدة ونبين البدع، وإنما ينبغي أن نوضح أن قضية الإسلام العالمية أهم من هذه الفروع، وجزاكم الله خيرا؟ الإسلام ينبني على العقيدة، لا إسلام بدون عقيدة، العقيدة هي أساس الإسلام، ولهذا جاءت الشهادتان في أول أركان الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الشهادتين قبل الدعوة إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصوم وأركان الإسلام. فليس هناك إسلام بدون عقيدة، فلا بد من الاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها. والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بالعقيدة لأن هي الأساس. فالذي يزهد في شأن العقيدة ويقلل من شأنها ويقول يكفي الإسلام، نقول ما هنا إسلام بدون عقيدة، كيف يكفي؟ ما هنا إسلام بدون عقيدة، ولا يصح الإسلام بدون عقيدة، يعني تقيم جسم بلا رأس ما هو ممكن هذا أبدا. هذا إما أنه جاهل يسمع كلام الناس ويردده بدون فهم، وإما أنه مغرض ويحارب العقيدة ويأتي بهذا الأسلوب، يقول يكفي اسم الإسلام بدون عقيدة، هذه مغالطة واضحة. نعم. هل هناك فرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، أم هي أسماء الفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة السلفيون؟ هناك فرق بين الفرقة الناجية، هو يسأل عن إيش؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا، لا فرق بينهم، الطائفة الناجية هي المنصورة، لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهما وصفان لفرقة واحدة. واللي يفرق بين الناجية والمنصورة هذا جاهل ما يدري، أو ابتدع هذا القول من عند نفسه لم يسبق إليه. فلا فرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، صفتان لفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. يقول: ما الرد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف؟ هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل. المخالف يرد عليه
ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب، ومن أجل غيره ما يغتر بخطائه. وهذا من النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأ. كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين، وإلا لو ترك الناس لضاع الدين، لضاع الدين. الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن، رد على اليهود، رد على النصارى، الردود موجودة في القرآن، رد عليهم ولم يتركهم. فالكلام بأن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف، نعم. لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم. يا إخوان، اللي يتولى هذه الأمور العلماء ما هو يتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون، وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه، ربما يردون بجهل. فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة، نعم. أحسن الله إليكم. هناك رجل ممن ينتسب إلى العلم ويأتي في القنوات الفضائية بكثرة، قال في معنى كلام الله: إنه يمدح إسرائيل من حيث الانتخابات، وتمنى هذا القائل أن تكون نزاهة الانتخابات في إسرائيل موجودة في بلاد العرب، حيث قال إن أحد الزعماء حصل على نسبة 99%، فقال هذا الرجل: لو أن الله عرض نفسه على خلقه لما حصل على هذه النسبة، فما رأيكم؟ هذا كلام فاضي ومبالغة والعياذ بالله، وسوء أدب مع الله عز وجل. هذا يدل على عقلية هذا الرجل وأنه مستهتر، نسأل الله العافية، وعليه أن يتوب إلى الله ويترك مثل هذه الألفاظ القبيحة. نعم، العرب المسلمون ولله الحمد بخير، المسلمون بخير، واليهود مهما عملوا فهم قردة وخنازير، ما فيهم خير مهما عملوا، هم أعداء الله سبحانه وتعالى. وأما المسلمون وإن حصل عندهم تقصير، حصل عندهم خلل، ففيهم خير كثير ولله الحمد، نعم. يقول السائل: هل الرد على المخالف وبيان خطأ المخطئين من أصول السنة؟ نعم، الرد على المخالف هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، لكن هذا لا يتولاه إلا أهل العلم اللي يعرفون الخطأ والصواب ويعرفون كيف يردون. أما المبتدي في طلب العلم والجاهل هذا ما يصلح أنه يرد، لأنه قد يعتقد أن هذا الشيء خطأ وهو ما هو خطأ، وقد يرد ردا غير مناسب، فهذا إنما يتولاه العلماء، نعم. يقول السائل: هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟ هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت، السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس،
لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه. نعم. هل من نصيحة للشباب الذين يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي؟ تركونا من الأفراد والقيل والقال، المشايخ إن شاء الله فيهم خير وفيهم بركة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس، ولا صاروا ما أرضوا بعض الناس. الرسول ما أرضى كل الناس، هي ناس ساخطين على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسألة النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها، والمشايخ نحسن بهم الظن وما علمنا عليهم إلا الخير إن شاء الله، وندعو لهم بالتوفيق. نعم. ما رأيكم شيخنا في من يقول أن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية يمثل عمر، أي يمثل عمر رضي الله عنه العقل البشري الظلوم الجهول؟ هذا كلام سيء ولا يصدر ممن في قلبه محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتلمس الأخطاء للصحابة، وهذا عدو للصحابة، إما أنه منافق وإما أنه شيعي يبغض الصحابة. والذي فعله عمر في صلح الحديبية إنما هو من باب الغيرة، إنما هو من قوة الغيرة على دين الله عز وجل، وظن أن في ذلك غضاضة على المسلمين، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فهو فيه الغيرة الشديدة، فأراد أن يظهر العزة للمسلمين اجتهادا منه رضي الله عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا، فالذي فعله عمر إنما هو اجتهاد وغيرة منه رضي الله عنه. نعم. وهو عرف ذلك في النهاية، عرف أنه لو أنه فوض الأمر كما فعل أبو بكر، لو فوض الأمر وسكت لكان أحسن له. أدرك بعد ذلك أنه لو سكت وفوض الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر لكان ذلك خيرا له وأحسن، لكنه رضي الله عنه إنما فعل هذا مجتهدا وغيرة على الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك مجموعة من المبتدعين تقول بخلق القرآن، وتدعي أن ابن تيمية قد سب علي بن أبي طالب كذا قال في كتابه منهاج السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء. شيخ الإسلام ما سب علي رضي الله عنه، بل يتولاه ويحبه ويعتقد أنه ابن عم رسول الله وأنه من أهل البيت وأنه الخليفة الراشد الرابع الخلفاء الراشدين وأنه من أهل الجنة من العشرة المبشرين بالجنة. هذا ما يعتقده شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يبغضونه ولا يسبونه بل يتولونه ويحبونه. هذا كذب على شيخ الإسلام وكذب على أهل السنة أيضا. والقول بخلق القرآن كفر، لأن الله جل وعلا أخبر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده، اللي يقول أنه مخلوق كسائر المخلوقات هذا كافر والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أهل البدع موجودون في كل آن ومكان، وما هو المنهج الصحيح لرد كيدهم؟ نعم، أهل البدع يوجدون في كل زمان، لا يخلو زمان منهم، ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من البدع، وواجبنا نصيحتهم، وواجبنا أننا ننصحهم
ونبين لهم ضرر البدع وخطرها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علينا أننا ننصحهم ونبين لهم، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإلا نحن أدينا الواجب علينا، ثم نعتزلهم إذا لم يقبلوا نعتزلهم، ما نجالسهم ولا حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملزمون بالدخول في الإسلام؟ لا شك جميع البشر، جميع الجن والإنس ملزمون بالدخول بالإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فهو كافر، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، من لم يتبعه فهو كافر، كافر بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا؟ هذا كلام باطل. البدعة ما هي بتجمع، البدعة تفرق، هذا عكس الصواب. السنة هي اللي تجمع الناس والبدعة تفرقهم. أما قوله بدعة تجمعنا ولا سنة تفرقنا، ما أذن هذا يقوله مسلم، هذا ما يقوله إلا زايغ أو ضال والعياذ بالله. البدع لا خير فيها وهي تفرق الناس، والسنن فيها الخير كله وهي تجمع القلوب وتجمع الناس، فهذا كلام عكس الحق والعياذ بالله. فعلى من يقول هذه المقالة أن يتوب إلى الله، لأن هذه خطيرة جدا هذه الكلمة دي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول مثل واحد من الشعراء يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، هذا شاعر عصري يقال هذه المقالة والعياذ بالله، هذا القول قريب من هذا الشاعر. نعم. يقول السائل: أعيش في بلد لا يوجد فيه علماء، فهل يمكنني أن أقرأ بعض الكتب التي ألفت بعبارة وبسهولة كتفسير والفقه؟ القراءة لا بأس تقرأ، ولكن لا تعتمد على فهمك، ولا تفتي، لا تفتي الناس وتعتمد على فهمك، لأن القراءة ما هي بعلم، إنما تستفيد فقط، ولا تحصل بها علم وتفتي وتحلل وتحرم، هذا لا يجوز لك بمجرد القراءة، لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، وإذا لم تجد علماء لا مانع أنك تقرأ في الكتب النافعة لتستفيد فقط، لا لأجل أن تفتي أو أن تقول هذا حلال وهذا حرام وتقول على الله بغير علم، ما يجوز هذا. القراءة شيء، والفتوى والتحليل والتحريم شيء آخر لا يعرفه إلا العلماء ومن تتلمذ عليهم، أما الاستفادة والتأثر فلا مانع أنك تقرأ في الكتب المفيدة وتستفيد منها. نعم. فضيلة الشيخ، بماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ نعم. بماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا خالفهم، يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة، أي مخالفة في العقيدة أو في العمل، إذا ابتدع صار مبتدعا أو كان يعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه لا يكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟
قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يصح تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله، أو لا حاكمية ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد لأن السلطان كله لله، أو لا شريك له في الخلق والاختيار؟ الحمد لله، لا إله إلا الله بينها أهل العلم، ما نحتاج إلى تفسير الحاكمية وتفسير الطوائف المتأخرة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وأما الحاكمية فهي جزء من العبادة، وليست هي تفسير لا إله إلا الله، بل هي جزء من تفسيرها، داخلة في العبودية، لأن تحكيم ما شرعه الله عبادة لله داخل في العبودية، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله كله، بل هو جزء منه. فلا إله إلا الله تشمل جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة كلها تدخل في لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. نعم. سائل يسأل يقول: أفيد فضيلتكم بأنه يقوم بزيارتنا بعض الإخوة ويدعون أنهم من أهل التبليغ، ويطلبون منا القيام بزيارة بعض الإخوة في الله في داخل المملكة وخارجها، علما بأنه لا يوجد عندنا علم ما نقوم به في هذه الزيارات، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جماعة التبليغ جماعة معروفة، ومنشأها من خارج المملكة، منشأها من خارج المملكة من الباكستان أو من الهند، وليس عندهم علم، ليس عندهم علم، ويقومون بالدعوة وهم ما عندهم علم، وهذا لا يصلح. أيضا ما يهتمون بالعقيدة، لا يدعون إلى التوحيد، ولا ينهون عن الشرك، والدعوة التي لا تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك دعوة غير صحيحة ولا نافعة. وأيضا عندهم أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، الخروج 40 أو 4 أشهر أو كذا أو كذا، هذا نظام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، فهم عندهم تجاوزات وعندهم أخطاء وعندهم بدع، فلا تسمحوا لهم إذا كان لكم قدرة لا تسمحوا لهم بمزاولة عملهم في بلدكم، وحذروا منهم ولا تخرجوا معهم ولا تشجعوهم. نحن والحمد لله في بلد التوحيد، في بلد العقيدة، في بلد الدعوة، يجب أن نقوم بما عندنا من الدعوة ومن التوحيد ومن نشر العلم، بدون أننا نسمح لهؤلاء الأجانب أو من هو سائر على منهجهم، ما نسمح لهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم خلف من ينكر رؤية الله في الآخرة ويقول بخلق القرآن؟ ما الحكم؟ يقول: ما الحكم في من يصلي خلف من ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن؟ لا تجوز الصلاة خلف هذا، هذا جهمي، الجهمية لا تجوز الصلاة خلفها، الذين يقولون بخلق القرآن ويقولون بعدم بنفي الرؤية يوم القيامة لا تجوز الصلاة خلفهم لأنهم جهمية. نعم. يقول السائل: ما حكم من يبيع كتب المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟ لا يجوز بيع الكتب التي فيها ضلال وفيها انحراف، بل يجب إتلافها. الكتب التي فيها ضلال وانحراف وزندقة يجب إتلافها،
لأنها من وسائل الفساد للعقيدة والدين. أما إذا كانت كتب لأهل العلم وفيها بعض الأخطاء اليسيرة فلا مانع من بيعها، أما كتب أهل الزندقة وكتب أهل الإلحاد فلا يجوز بيعها بل يجب إتلافها. فالأخطاء تختلف، الأخطاء التي في الكتب تختلف. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السؤال الثاني أحسن الله إليكم يقول: ما قولكم في من لا يكفر من كفر أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يكون عاصيا لله ولرسوله. الله جل وعلا أثنى على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الله أثنى عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة وهم أفضل القرون، وهم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصحبوه ونقلوا لنا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول في نقل هذا الدين. نحن تلقيناه عنهم وهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في دين الإسلام، لأنه إذا طعن في رواته وحملته فإنه يطعن في دين الإسلام، ومن طعن في دين الإسلام فهو كافر. نعم. ما نصيحتكم للفرق المخالفة الذين يبغضون أهل السنة والجماعة؟ وما هي الفرقة الناجية؟ وما حكم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفرقة الناجية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة، هذه هي الفرقة الناجية. وأما بغض أهل السنة والجماعة أو بغض الصحابة هذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يبغض أهل السنة والجماعة إلا منافق. الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق، معلوم النفاق والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن الإسلام مصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال؟ هذا كلام كفر وإلحاد، هذا مثل قولهم عن القرآن وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وإذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. هذا مثله تماما، هذا مثل قول الكفار والعياذ بالله. الإسلام دين من عند الله، الله هو الذي شرعه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
وإليه يرجعون. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين من عند الله جل وعلا، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه الرسول لأمته وترك أمته عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قرأت قولا لأحد المفكرين ذكر فيه أنه لا يوجد مجتمع إسلامي أبدا، بل كلها مجتمعات جاهلية. هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، وهذا كلام الخوارج، هذا تكفير المسلمين على العموم، وأنه ما فيه مجتمع مسلم، هذا كلام الخوارج، نسأل الله العافية. نعم. ما حكم من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري؟ هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فكرا، وإنما هي وحي من الله جل وعلا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وليست فكرا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي دعوة وحدة الأديان؟ وهل يصح القول بأن الإسلام مزيج من الاشتراكية والمسيحية؟ الإسلام دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الله جل وعلا شرعه لعباده، وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، وهو وحي من الله جل وعلا، تشريع من الله، وليس هو مزيج من أنظمة البشر من الشيوعية أو الرأسمالية أو هذا كفر. اللي يقول هذا الكلام هذا كافر، هذا مرتد عن دين الإسلام. هذا معناه أنه يقول أن الإسلام ما هو بوحي من الله ولا تشريع من الله، وإنما هو مأخوذ من أنظمة الناس، مثل ما قال المشركون وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكما قال الكافر: إن هذا إلا قول البشر، فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. ولا وحدة الأديان، ما فيه وحدة للأديان، ما فيه إلا دين الإسلام، ما عداه من الأديان فهو إما منسوخ مثل دين اليهودية والنصرانية، وإما باطل أو الوثنية، فلا فيه دين إلا دين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما في دين إلا الإسلام، ولا في وحدة أديان كما يقولون، هذا قول باطل. هذا معناه مساواة الإسلام بالكفر، يعني جعل الكفر والإسلام شيء واحد، وأنها متساوية، وأن الإنسان حر يعمل ما يشاء. هذا لا يؤمن بدين والعياذ بالله. القول بحرية الأديان هذا كفر، ما في حرية للأديان، ما فيه إلا الإسلام الذي أرسله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يحمل المطلق على المقيد في كلام أهل البدع؟ مطلق على المقيد في نصوص القرآن والسنة، ويحمل المطلق على المقيد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم من يذكر الصحابة بذكر حسناتهم وسيئاتهم عند التحدث في بعض الأحداث التاريخية؟ هذا لا يجوز ذكر مساوئ الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم صحابة رسول الله، لهم فضل عظيم وهم أفضل قرون الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة هم أفضل القرون. قد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر: قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز الخوض في شأن الصحابة ولا تخطئتهم ولا ذكر مساويهم. إن كان لهم مساوي مع أن فضائلهم تغطي الجبال لا يجوز هذا، يجب الثناء عليهم والترضي عنهم ومحبتهم والاقتداء بهم، ولا يجوز أبدا تنقصهم رضي الله عنهم. وهل هذا الإنسان ما ورا ما يحاسب نفسه؟ يروح يحاسب الصحابة الذين هم أفضل القرون صحابة الرسول، وهو ينسى نفسه وما فيها من العيوب وما فيها من الأخطاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يسب الله أو الدين في حالة الغضب علما بأنه مبتلى بالمس والسحر؟ من سب الله أو سب الدين ارتد عن دين الإسلام، إلا إن كان إنه ما معه عقل، تكلم كلام من غير عقل، هذا لا يؤاخذ، زائل العقل لا يؤاخذ. أما إن كان معه عقله ومعه إدراكه تفكيره إنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: هل سب الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين كفر؟ أفتونا مأجورين. سب الصحابة أو أحد منهم كفر ونفاق، لا يبغضهم إلا منافق أو كافر، ألا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: نرجو من أن تبينوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا. عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومحبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وقد ناصروه وجاهدوا معه وآزروه، تجب محبتهم في الله عز وجل، ويحرم بغضهم أو بغض أحد منهم أو تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
فمحبة الصحابة علامة الإيمان، وبغض الصحابة علامة النفاق والكفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فما يغتاظ من الصحابة إلا كافر، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة هذا دليل على كفره والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: أنا من السودان وحضرت هذا الدرس وفهمت مسألة الإيمان والكفر ومذهب أهل السنة فيها، والسؤال أنه قد جاءتنا كتب كثيرة في هذه القضية، وطلبة العلم في بلادنا مختلفون فيها، ومن ذلك كتاب إحكام التقرير وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، فما هو قولكم فيها؟ يا أخي لا تراجع الكتب هذه، راجع كتب السلف التي فيها بيان العقيدة الصحيحة، كتب السلف الصالح. أما الكتب العصرية هذه لا تعتمد عليها، لأن ما هي بصادرة عن علماء، إنما صدرت عن ناس متعلمين مبتدئين ولا يعتمد عليها. عليك بمراجعة كتب السلف الصالح في أصول العقيدة. نعم. مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة، وغيرها من كتب السلف. نعم. يقول السائل: كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة، فما صحة دعواهم هذه؟ الحمد لله، نحن نحب أنهم يكونون على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما نريده وما ندعو إليه. لكن من ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة نعرض مذهبه على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن وافق فهو صادق وهو أخونا، وإن كان مخالفا فدعواه لا تنفعه. الدين ما هو بدعاوى، الدين حقيقة ما هو بدعاوى. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. يقول السائل: يقول البعض أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة المنحرفة والتحذير منها ومن أصحابها يفرق الناس ويحدث الفتن، فهل هذا القول صحيح؟ هي الفتن، هي نفسها الفتن. هذا اللي يقول الكلام ذا ما يعرف نفس الفرق ونفس الاختلاف، هذا هو الفتن. فنحن نحذر من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. القرآن حذر من الكفار، حذر من أهل الضلال، ثم قوله يفرق. كيف نجمع بين مبتدع وسني؟ ما يجتمعان أبدا، لأنهما متضادان، فلا يجتمع الناس إلا على الحق، ما يجتمع الناس إلا على الحق. الذي جمعهم في أول الإسلام هو الذي يجمعهم في آخر الأمر، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح الناس ويجمعهم إلا الحق. أما أن يجتمعوا وهم متفرقون ومتخالفون عن الحق، هل هذا لا يمكن أبدا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا أخطأ العالم خطأ فكيف يتعامل معه، وما رأيكم في من يقول إننا لابد أن نحذر من هذا العالم، وإن لم نفعل أضعنا النصيحة للأمة وأضعنا التحذير من المبتدعة؟
خطأ العالم يختلف، إن كان خطأ في العقيدة، إن كان عنده خلل في العقيدة وضلال في العقيدة، فهذا يجب أنه ينبه على هذا، فإن تراجع وإلا يترك ويبتعد عنه. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه، مسائل الاجتهاد، فهذا ينظر في الدليل، إذا كان الدليل معه فهو على حق، وإن كان الدليل مع غيره فإنه يبين له هذا، لكنه لا يهجر. المسائل الفقهية هذه لا توجب الهجر، إنما هذا في مسائل العقيدة والأصل، أما الاختلاف في المسائل الفقهية والفروع هذه يبين الخطأ، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنه لا يهجر، لأن المسائل الاجتهادية تعلمون أن الأمر فيها واسع، الأمر في المسائل الاجتهادية واسع، والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. يقول السائل: ماذا تقولون بشخص يدعو من غير علم، وهل في هذا الزمن يجب على كل شخص طلب العلم؟ ما يجوز للإنسان يدعو إلى الله وهو جاهل، لأنه لا يعرف الدعوة وطريق الدعوة، وقد يحلل الحرام أو يحرم الحلال وهو ما يدري، أو يشتد في شيء ليس محلا للشدة، أو يتساهل في شيء ليس محلا للتساهل لجهله، أو يعرض له شبهة وجدال من المدعوين يجادلونه ويعرضون عليه الشبه فلا يستطيع الجواب عليها، فيتعلم أولا ويتفقه أولا ثم يدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لا بد من العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يستطيع يدعو بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا تعلم، لا بد أنه يتعلم حتى يدعو إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: لي صاحب انضم إلى بعض الفرق الضالة، وذلك لما معها من بعض الخير، فهل من نصيحة؟ نعم، النصيحة أنه يرجع إلى أهل الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون وما عليه أهل السنة والجماعة. ننصحه أن يرجع إلى الحق، الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل، ولا يكفي إن بعض الفرق فيها خير، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون مذهبها خالصا على منهج السلف، أما أن يكون عندها مخالفة لمنهج السلف هذا لا يقبل ولو كان عندها بعض الخير. فمن سنة الله أن بعض الأمور يكون فيها شيء من الخير، ولكن ينظر هل الخير هو الغالب أو الشر هو الغالب، فإن كان الشر هو الغالب فإن هذا الخير لا ي... فإن هذا المذهب لا يقبل، الذي شره أكثر من خيره. أما إذا كان الخير أغلب فإنه يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مجادلة المبتدعة في أصول الدين بغية إقناعهم؟ إذا كان يرجى أنهم يقنعون أو أنهم يتوبون هذا شيء طيب، هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان ما فيهم طمع أنهم يرجعون ولا يتوبون فالمجادلة معهم من العبث، مجادلة معهم من العبث، إلا إن كان من باب الرد عليهم، يجيبون شبه وأن ترد عليهم الرد عليهم هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز مجالسة أهل البدع الداعين إليها؟
لا تجوز مجالسة أهل البدع لأنها تؤثر في الجليس. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الجلوس مع القوم الظالمين، والمبتدعة من الظالمين بل هم أشد الظالمين، فلا يجوز مجالستهم ومصاحبتهم لأنهم يؤثرون على مجالسهم ومصاحبهم. نعم نعم. يقول السائل: ما معنى قول بعض السلف أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبقي أذنابها حتى إذا تمكنت لدغت؟ نعم، كلام واضح أن أهل البدع فيهم نفاق. أهل البدع يبتلون بالنفاق، وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر. يظهرون الخير للناس خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، ويبطنون الشر، ومتى ما تمكنوا من نشر الشر نشروه مثل العقرب. نعم نعم. أنوي أن أكتب عن بعض الجماعات الضالة والتحذير منها، لكن هذه الجماعة لم تخرج من الملة وقد مدحها البعض من العلماء، وأخشى أن يدعو علي، فما توجيهكم لي علما بأن هذه الجماعة منحرفة؟ الواجب عليك بيان الحق، الواجب عليك بيان الحق. إذا كنت متأكدا من الأخطاء التي عندهم والضلالات اللي عندهم، متأكد 100%، وعندك مقدرة على وعندك علم تستطيع البيان، يجب عليك هذا. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ما يجوز كتمان العلم. إذا كان عندك علم ومتيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس من أجل أن يحذروها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولا تخشى الناس، عليك أنك تخشى الله سبحانه وتعالى، تبين الحق ترد الباطل، ولا تخشى الناس. نعم نعم. هل يجوز إلقاء السلام على اتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له؟ وهل يجوز هجرهم؟ أول شيء يجب نحدد البدعة ما هي، لأن الناس كثير من طلاب من المنتسبين لطلب العلم الآن، كل من خالفهم بشيء قالوا أنت مبتدع، لأنهم ما يعرفون ما هي البدعة. لازم نحدد البدعة، لأن كثير من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدع على أشياء ليست بدع، وكل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع. هذا ما يصلح ولا يجوز. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه، إحداث شيء في الدين لم يكن منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يحدث في الدين عبادة ليست لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذه هي البدعة. فمن كان كذلك فهو مبتدع، والمبتدع تجب مناصحته، تجب مناصحته ودعوته إلى الله، تخويفه بالله. وإذا كان عليه التباس أو اشتباه يبين له الحق، إذا كان ما ظهر له شيء يبين له الحق وتقام عليه الأدلة، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون مبتدعا، يجب هجره والتحذير منه والابتعاد عنه، وكل من وافق على بدعته
وصار تابعا له ولم ينتصح ولم يتركه فإنه يهجر مثله، لأن من وافق المبتدع ورضي ببدعته فهو مبتدع مثله فيهجر كما يهجر المبتدع. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول أن القرآن صنعة الله أو القرآن من صنع الله؟ هذا معناه أنه خلق، صنع الله يعني خلقه، هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، فلا يقال القرآن خلق الله ولا يقال صنع الله، وإنما يقال القرآن كلام الله. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ظهر في الآونة الأخيرة على شاشات الفضائيات من يقال عنهم أنهم من أهل فقه وعلم، يقولون بأن آدم عليه السلام ليس أول الخلق من البشر، بل هناك بشر قبله ولكن الله اصطفاه عليهم، وأن له أبا وأما، وأن حواء لم تخلق من ضلع آدم، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد، تكذيب لقول الله جل وعلا أن الله خلق آدم من تراب، خلقه بيده، خلقه من تراب، وليس له أب ولا أم، وأخبر أنه خلق آدم، خلق حواء منه، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، يعني خلق حواء من آدم، فالذي ينكر هذا يكون كافرا بالله عز وجل، مرتدا عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء من أهل السنة ويكثر فيها أهل البدع من الأباضية؟ عليه بسؤال أهل العلم والاتصال بهم وقراءة كتب أهل السنة، ويسافر لطلب العلم بين الحين والآخر، يسافر للبلاد التي فيها علماء ويجلس عندهم ويستفيد منهم ويأخذ من كتبهم ومن أشرطتهم، وسيعينه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما رأيكم في منهج الموازنات؟ نعم. منهج الموازنات؟ ما نعرف منهج الموازنات، هذا شيء نحدثوه بعض الجهال، هل نعرف مع منهج الموازنات؟ الموازنات عند الله جل وعلا، هو الذي يزن الحسنات والسيئات ويجازي أهلها، أما نحن فلا نعلم، ولكن نرد على المخطئ نرد عليه، ولا يلزمنا نقول له حسنات، هل عند الله جل وعلا، مسألة حسنات وعند الله، وإنما نحن نرد الخطأ فقط. نعم.